طيب قبل بس ما نكمل كلامنا يا كابتن ايمن بعد اذنك هنروح عبر زوم الحقيقه لإيمرسون المتحدث الرسمي لنادي مونتيري المكسيكي، بما اننا بنتكلم عن نادي مونتيري ونرحب بيه طبعا على شاشه النادي او شاشه قناه النادي الاهلي. إيمرسون اهلا بيك. هولا بوينا نوتشي. اهلا وسهلا بكم. في البدايه طبعا النادي الاهلي سيواجه مونتيري المكسيكي في مستهل مشواره بالنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي، شايف إزاي هذه المباراة ما بين مونتيري والنادي الأهلي؟ أهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا على هذه الاستضافة. أعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة بين الفريقين، والتوقعات لهذه المباراة كبيرة جدا، وبالنسبة لفريق مونتيري يدخل هذه المباراة بتوقعات كبيرة، ونتمنى أن تكون مباراة كبيرة بالنسبة للفريقين وبشكل خاص بالنسبة للجماهير التي ستحضر المباراة من المدرجات وستشاهدها من الملعب. تمام. مونتيري المكسيكي لديه 5 لاعبين بالمنتخب المكسيكي هيلعبوا فجر الخميس مباراة فاصلة للتأهل لمونديال أمام بنما بتصفيات أمريكا الشمالية. الأهلي أيضا عنده لاعبين أساسيين مشاركين مع منتخب مصر ولديهم لقاء مرتقب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون مساء الخميس. كيف يتغلب مونتيري والنادي الأهلي على هذه المشكلة والأزمة، ورأيك في هذه الأزمة التي تسبب بها الفيفا وعدم مراعاته لتوقيت هذه البطولة؟ حسنا، أعتقد أن الفيفا لم يحترم المواعيد الخاصة بالمواعيد الفيفا. أعتقد أن الاتحاد الدولي هو الذي يتحمل هذه المسؤولية، ونحاول أن نخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة للمدرب واللاعبين يحضرون أنفسهم للمباراة وفقا للظروف المتاحة. الفريق يدخل المباراة بعدد محدود من اللاعبين بسبب انضمام اللاعبين للمنتخب، ولكننا سنحاول التغلب على هذا الوضع لأن الهدف بالنسبة لنا واضح، وهو المنافسة على لقب البطولة حتى وإن كان هناك لاعبين كثر في المنتخبات الوطنية. عايز أسألك عن الفرق بين فريق مونتيري في مشاركاته الماضية بكأس العالم للأندية والجيل الحالي للنادي المكسيكي حاليا. حسنا، أعتقد أن الاختلاف كبير ومهم. الفريق تطور كثيرا على مستوى النادي بشكل عام. الفريق حظي بمشاركته الأولى، ولكنه هناك مجموعة جديدة من اللاعبين ستشارك في هذه البطولة. المؤسسة بشكل عام تطورت كثيرا وامتلكت خبرات من مشاركاتها في بطولة المونديال، وهناك عدد كبير حاليا من اللاعبين الذين ينشطون في المنتخبات المختلفة، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على مونتيري. وأعتقد أن الفريق يزداد قوة بالعمل للبحث عن أفضل ظهور ممكن في هذه البطولة. طيب أخيرا قبل ما أسيبك إيمرسون، رأيك في مستوى فريق مونتيري الحالي الحقيقة مع مدربه خافير أجيري، وهل تعتقد أن فوز مونتيري في نسختين قبل كده على النادي الأهلي هيعمل أفضلية لمونتيري على النادي الأهلي، ووجود خافير أجيري كمدير فني سابق لمنتخب مصر هل هيفرق؟ وغياب الدوليين أيضا يا كابتن إسلام. وغياب الدوليين
خافير أجيري مدرب كبير بالطبع ويمتلك خبرة كبيرة. والمدرب متواجد مع الفريق في عام 21 وخاض بطولة الكونكاكاف وأمريكا الوسطى ودرب منتخبات كبيرة مثل منتخب مصر ومنتخب اليابان ومنتخب المكسيك وأتلتيكو مدريد أيضا. أعتقد أن الفريق يعمل من أجله ويقوي نفسه بشكل كبير. أعتقد أن خافير أجيري تواجده في المقعد المدير الفني لمونتري سيكون له عامل كبير في المباراة. وأعتقد أن بالنسبة للمباراتين السابقتين لمونتري أمام الأهلي أعتقد أن كل مباراة مختلفة في ظروفها. أعتقد أن الأمور مختلفة في الوقت الحالي ويجب أن تلعب المباراة، يجب أن نلعب المباراة في الملعب حتى نستطيع أن نفوز بها. ولا أعتقد أن هناك مرشح للفوز فريق على الآخر. يجب أن تلعب المباراة في الملعب حتى تستطيع أن تفوز بها. وأعتقد أن مونتري سيبحث عن الظهور بأفضل شكل ممكن من أجل الفوز بهذه المباراة والمرور للدور التالي. نشكرك شكرا جزيلا إيمرسون المتحدث الرسمي باسم نادي مونتري المكسيكي، هيقابل النادي الأهلي في أولى المباريات إن شاء الله يوم السبت المقبل في أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.